حجاج بيت الله الحرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ليكون ذلك معينا له على الذكر والدعاء، وقد وقف صلى الله عليه وسلم يذكر الله في عرفة ويدعوه، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء، وإن من أولى من يدعى له وإن من أولى من يدعى لهم من قدموا الجميل وأقدموا على فعل الإحسان، ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير. اللهم كن لهما مؤيدا ونصيرا، اللهم جازهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من جهود عظيمة للإسلام والمسلمين. اللهم أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما. اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم، وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقبلت توبتهم وقضيت حوائجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واحفظهم من كل سوء ومكروه، واحفظ لهم دينهم وأمنهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم، واجلب لهم المصالح والخيرات، وادفع عنهم الشرور والسيئات. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم، وأمنهم في أوطانهم، وسد جوعتهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وتول جميع شأنهم، وتول جميع شأنهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.